إلى الملف الحقوقي المصري، حيث قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن مقار الاحتجاز المصرية مستمرة في حصد أرواح المعتقلين نظراً لما تعانيه تلك المقار من فساد وإهمال طبي متعمد، إضافة لتفشي التعذيب في هذه المقار. تقول المنظمة إن عدد القتلى والمتوفين داخل مقار السجون المصرية بلغ 8 معتقلين، وذلك منذ بدء العام الحالي، من بين 744 معتقلاً قضوا داخل مقار الاحتجاز منذ أحداث 3 يوليو تموز من عام 2013. المنظمة أكدت أن عمليات الاعتقال التعسفية التي تنتهجها السلطات المصرية وإيداع المعتقلين في مقار احتجاز غير آدمية وحرمان المعتقلين من العلاج والامتناع عن الإفراج عنهم هو انتهاك جسيم للقانون الدولي. كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على السلطات المصرية لحماية آلاف المحتجزين والعمل بشكل جاد على إطلاق سراحهم. معي للحديث حول هذا الموضوع مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان سيد خلف بيومي. أرحب بك سيد خلف بيومي. كيف تنظرون لما جاء في تقرير منظمة زميلة لكم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حول ما قالت بأن هناك حصد لأرواح المعتقلين في السجون المصرية وأن السلطات المصرية ما زالت مستمرة في هذه السياسة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد كما تقول؟ هو ما رصدناه نحن كمؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان خلال عام 2018 يؤكد يعني ويتماشى مع ذكره تقرير المنظمة العربية. نحن رصدنا 404 حالة استغاثة من إهمال طبي خلال عام 2018، فضلا عن 37 حالة قتل بالإهمال الطبي. تقريبا في كل سجون مصر كان هناك قتل بالإهمال الطبي، لا يوجد سجن إلا وكان هناك استغاثة. 404 حالة معناها أن في الشهر تتعدى خلال الشهر الواحد 30 أو من 30 ل 45 حالة استغاثة طبية خلال الشهر. هناك شكاوى تصل إلينا من الإهمال غير الطبيعي للحالات المزمنة. هناك حالة يعني شكاوى من الإمكانات الضعيفة للمستشفيات أو للمصحات أو المراكز الطبية داخل السجون. هناك تعنت غير طبيعي في نقل الناس إلى المستشفيات القريبة مع حالاتهم الحرجة. هناك سحب للأدوية بلا مبرر. هناك تعمد غير طبيعي. كل هذه الأمور رصدت خلال عام 2018، يعني لم تكن غريبة عن عام 2017 أو عام 2016، لأن ذلك يأتي في إطار سياسة ممنهجة. الأعداد غير طبيعية كما ذكرت، أعداد الوفيات أيضا كما ذكرت في عام واحد 37 حالة، حينما يعني إذا كان هذا متوسط فمعنى هذا أن كان الإهمال الطبي حسد ما يقرب من 200 مواطن خلال فترة ما بعد 3/7/2013 حتى الآن، وآلاف المرضى يعانون داخل السجون ومقر الاحتجاز. هل ذلك أمر متعمد من قبل السلطات المصرية وممنهج؟ يعني هل تقوم به السلطات المصرية من أجل قتل المعتقلين في السجون؟ يعني الأمر إن كان تصرفا فرديا لكان في سجن دون سجن، ولا كان في قسم دون قسم، ولما تصاعدت الأعداد بهذه الصورة. ولكن حينما تجد أن النموذج يتكرر في سجن برج العرب وفي سجن الأبعدية وفي سجن الوادي النطرون وفي سجن ترى وفي سجن العقرب وفي سجن الوادي الجديد وفي كل أقسام الشرطة، يتحول الأمر من تصرف فردي يقوم به ضابط معين يعني ذو طبيعة معينة إلى أسلوب ممنهج يعني قائم. حينما تسحب الأدوية من كل السجون، حينما يمنع الناس من العلاج في كل السجون، حينما يعني تقل الكفاءات أو الإمكانات داخل المستشفيات في كل السجون، يتحول الأمر من تصرف فردي إلى سياسة ممنهجة. يعني وهذا هو وصف السياسة الممنهجة، هي التي تتم بصورة مضطردة وتتم في كافة أنحاء البلاد بأيدي السلطة. إذن ألا يسهل ذلك محاسبة السيسي ونظام السيسي على هذه الانتهاكات، على اعتبار بأنها تخالف القانون الدولي، تخالف المعاهدات الدولية وحتى التي وقعت عليها السلطات الحالية؟ محاسبة السيسي عليها مئات الأدلة. يعني لا ينقصنا الدليل على محاسبة السيسي ورجاله عن هذه الفترة، سواء كان رجال مصلحة السجون أو وزير الداخلية أو وزراء الداخلية منذ محمد إبراهيم وهم بعده مجد عبد الغفار أو رؤساء مصلحة السجون حسن السهاجي ومن بعده يعني اللواء الذي جاء بعده ثم اللواء الثالث أو مدراء السجون. الأدلة كثيرة، الشكاوى موثقة لدينا، الاستغاثات موثقة لدينا، ولكن ليست هناك إرادة دولية لمحاسبة هذا النظام. لكن الأدلة موجودة، الأدلة آلاف
البلاغات والتلغرافات، آلاف التقارير الطبية التي تؤكد تدهور الحالات الصحية، شهادات الوفاة التي صدرت يعني بوفاة الناس بسبب أمراض مزمنة يعني ظهرت أثناء فترة السجن وتفاقمت حالتها أثناء وجودهم بالسجن. كل هذه أدلة على قيام هذا النظام بعملية القتل العمدي عن طريق الإهمال الطبي، فلا ينقصنا الدليل وإنما تنقصنا الإرادة الدولية لمحاكمة طيب، هذا. إذا كانت هذه الإرادة الدولية خلف مرتبطة بالموقف السياسي لهذه الدول وما تريده هذه الدول من السلطات الحالية، فما الذي يمنع الأمم المتحدة، الأمين العام، لماذا لا يتحدث عن الوضع الحقوقي في مصر؟ سيدي يعني الجميع تحدث عن الوضع الحقوقي في مصر كمؤسسات غير رسمية، ولكن المشكلة في الدول التي تتخذ مواقف رسمية تؤيد هذا النظام. يعني نحن نكرر دائما موقف فرنسا الرسمي، موقف ألمانيا الرسمي، موقف الولايات المتحدة الرسمي، ولكن لديك مؤسسات في أمريكا مثلا هيومن رايتس ووتش أو العفو الدولي أمنيستي أو مثلا مقرري الخواص بمجلس حقوق الإنسان أو المفوضية السامية أو الاتحاد الأوروبي ذاته أو البرلمان الأوروبي، كل هذه الأمور أو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يعني أصدرت للملف المصري مئات القرارات والتوصيات والإدانات التي تدين هذا النظام. فهناك مواقف دولية تجاه تدين الموقف المصري والنظام المصري، ولكن كما قلت يبقى الموقف الرسمي الذي ينتصر إلى المصالح وإلى الأمور الضيقة يعني ضاربا عرض الحائط بقيم كثيرة يعني موجودة داخل الإعلان العالمي أو العهد الدولي. طيب، أعود إلى الداخل المصري، هل هناك الآن مطالبات داخلية حتى من النظام في مصر بتحسين أوضاع السجون المصرية، بمعالجة مختلفة لطريقة التعامل مع المعتقلين المصريين؟ في داخل مصر حضرتك ممكن تسمع رئيس مساحة السجون الحالي وهو يتحدث على أن السجون في مصر يقدم للنزلاء بط وحمام، حينما يتحدث على أن النزيل من حقه يصل على راتب شهري قدره 6000 جنيه. هذه هي العقلية العبثية التي تتحدث عن إصلاح السجون في مصر، كذب ثم كذب ثم كذب ثم كذب. يعني انظر إلى تكدس داخل الزنازين، انظر إلى الوفيات داخل الزنازين، انظر إلى استغاثات من التفتيشات المستمرة، انظر إلى الرداءة الغير عادية، انظر أمراض الجلدية التي تصيب الناس، ثم يخرج المسؤول يتحدث في واد آخر، يتحدث اسمها السجون في واد آخر. قدر من الكذب والعبث والسخرية والسخف والسخف غير طبيعي. هذا هو حديث الداخل وحديث المسؤولين في مصر، لا يريد أن يتحدث عن محاولة مثلا تعليم السجناء أو محاولة تخفيف أعداد السجناء داخل الزنازين أو مثلا محاولة تحسين الرعاية الصحية، وإنما يكذب على الناس كما كذب قبل ذلك حسن العشماوي، كما كذب قبل ذلك يعني رئيس المصلحة الذي جاء بعد. هذا هو حديث الداخل في مصر للأسف. شكرا لك خلف بيومي، مدير المركز الحقوقي المصري الشهاب لحقوق الإنسان.